السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ما هو الفرق بين المرأة الناجحة والمرأة الفاشلة؟ الفرق بسيط جدا. المرأة الناجحة هي عرفت وعملت، عرفت ما لها وما عليها وعملت بمقتضاه. لكن المرأة الفاشلة هي عرفت ما لها وما عليها فقط ولم تعمل به. فالمعرفة هي متاحة للجميع. المشكل يكمن في من عرف عليه أن يعمل وعليه أن يسلك السبيل لامتلاك الآخر والحفاظ على الأسرة. أحسن طريقة للمرأة لكي تحافظ على زوجها وعلى أسرتها، وكذلك الزوج أحسن طريقة له لكي يحافظ على زوجته وعلى أسرته وعلى أبنائه، أن يتعلم ما يسمى بمهارات الجذب. ما هي مهارات الجذب؟ هي أن كل واحد يعلم بأنه ليس هناك شخص مفصل على مقياسك كما تحب. لا تحرص على أن تبحث عن امرأة مفصلة على مقاسك في الفكر والسلوك والعواطف. وأنت أيضا سيدتي لا تنتظري أن يكون زوجك مفصل على مقاسك على مستوى الفكر وعلى مستوى العادات والتقاليد والممارسة والسلوك والعواطف أبدا. فربنا عز وجل خلق بين الرجال والنساء تجاذبات وتباينات واختلافات، ولكن عن طريق الصبر والاحتمال والمثابرة يمكن أن نخلق التقارب، تقارب بين المرأة والرجل، تقارب بين الزوج والزوجة، وبالتالي نتجاوز المشكلات والأزمات. فالمرء إذا أراد الشيء يسعى إليه ويبذل مجهودا في سبيله. على المرأة أن تتعلم مهارات الجذب. مهارة الجذب سواء في بيتها، بيتها دائما يكون منظم، بيتها يكون دائما جميل. مهارة الجذب في مظهرها، لا بد أن تتزين في مظهرها لزوجها كل مرة يراها بشكل جميل. مهارة الجذب في شخصيتها، أنها دائما تحافظ على الابتسامة، دائما تخلق مفاجآت سارة، وجبات طعام خفيفة وهكذا. أحيانا قد تجد المرأة صمتا أو تجاهلا من زوجها، فماذا تفعل؟ نعم، لا مانع أن تكون المبادرة من المرأة بالكلام. المرأة تكون لها البادرة وتهيئ الجو المناسب للجلسة الرومانسية، وأن تحتوي زوجها بالمشاعر والحنان، وبالتالي تستطيع أن تتحكم في عواطف زوجها. كذلك ومثال، الزوج ينبغي أن يتعلم مهارات الجذب. أولا في مظهره لابد أن يكون أنيق، أن يكون نظيف، أن يكون معطر. أو كذلك مهارة الجذب في شخصيته، شخصية ودودة، شخصية مبتسمة، شخصية متفائلة، شخصية مغامرة. وأيضا مهارة الجذب داخل التسوق وشؤون البيت، دائما يجدد. وإذا صدف الزوج من المرأة صمتا أو تجاهلا، هناك بعض النساء عندهم برود عاطفي وعندهم صمت دامس، ماذا يفعل الزوج؟ هل يخاصم؟ هل يتسرع الطلاق؟ لا، عليه أن يبادر بالكلام ويبادر بالمبادرات الحسنة، ويخلق جو عاطفي، ويحتوي الزوج بالمشاعر، ويستطيع أن يخلق لها جوا سعيدا. لهذا ينصح كل زوج حديث أو زوجة حديثة أنهم يستعدان للزواج نفسيا. النصيحة التي نريد أن نقولها وهو أن الشباب المقبل في هذا الصيف المبارك، مقبلين على الزواج، لابد أن يعرف ماذا هو الزواج وماذا نريد من هذا الزواج. الزواج هو شراكة، الزواج هو صبر، الزواج هو تضحية، الزواج هو عطاء لكي نستطيع أن نكون أسرة. وهذا يتطلب المحافظة على المكتسبات. ليس دائما وقعت مشكلة نفسية أو اختلاف بين العائلة أو نفور نتسرع للطلاق. الزواج هو ميثاق غليظ
هكذا سماه القرآن العظيم، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. نعيب على كثير من الزيجات خصوصا في سنة أولى زواج هو الرغبة في الانسحاب. حينما تظهر أي مشكلة من المشاكل يرغب إما الزوج وإما الزوجة في الرغبة في الانسحاب، وهذا مشكل كبير. نسبة الطلاق في البلدان العربية ومنها في بلادنا المغرب هي نسبة مقلقة، وخصوصا سنة أولى زواج. السبب لما لم يقع هناك تفاهم ولا يقع هناك انسجام يكون الرد الطبيعي هو الانسحاب. النصيحة التي يمكن أن نقدمها لكل زوج وزوجة أن يصبر كل منهما على الآخر، أن يتكيف على العادات والتقاليد، لأن الزوج عنده عادات تختلف أحيانا عن عادات الزوجة. قد يكون هو محافظ والعائلة عندها ضوابط، والزوجة ربما عندها حرية وعندها رؤية معاصرة مستقبلية، فالعادات والتقاليد تكون صراع فيها. نحاول أن نتكيف، أتنازل أنا من جهتي قليل وأنت تتنازل من جهتك قليل، وبالتالي نستطيع أن نتحمل بعضنا البعض وأن يعتاد كل من الزوج على الآخر. ودائما لا ننسى أيها الأحبة الكرام أن الزواج هو ميثاق غليظ، هكذا سماه القرآن العظيم، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أيها الأحبة الكرام، أرقامنا الهاتفية مفتوحة في وجه الجميع، نريد منكم أن تحدثونا عن أهم الأخطاء التي مرت في حياتكم الزوجية. ليس الغاية هي أن نعرض الغسيل ونعرض العيوب أبدا، وإنما نريد أن نقف عن الأخطاء حتى نتعرف عليها ونتداركها، وينصح بعضنا بعضا، والجيل الصاعد من أبنائنا وبناتنا الذي لا خبرة له ولا معرفة له بهذا الواقع المرير ممكن أنه يتفادى الأخطاء التي سبق أن وقع فيها الجيل السابق. هكذا هي التناصح، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فحدثونا أيها الأحباب الكرام عن أهم الأخطاء التي وقعت في حياتكم الزوجية، إما لكم شخصيا وإما لغيركم، إما لجيرانكم أو مقربين إليكم، وكيف استطاعوا أن يتجاوزوها ويتداركوها. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.